السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله جايب لكم فيديو كبير جدا، فيديو مشتريات، اكبر فيديو مشتريات اساسا من شركة تابروير. الشركة دي انا جربت منتجاتها حلوة جدا جدا جدا. في بنات هتقولي طب الحاجة غالية، هقولك الغالي يعني تمنه فيه. يعني انتي البلاستيكات اللي احنا بنستخدمها اكيد انتوا عارفين طبعا هي مصنوعة من ايه. ده بلاستيك اولي، مش معاد تصنيعه ولا اي حاجة خالص. تعالوا بس نخش في الفيديو ونشوف مع بعض المشتريات بتاعتنا. هوريكم بس كده الاول، دي المشتريات كلها اهي. بعد كده هقول لكم كل قطعه واستخداماتها ايه. نبتدي بقى يا حبايبي مع بعض. اول حاجه بصوا بقى الشنطه الجميله، بص كبيره قد ايه، انا هحطها لكم. شايفين كبيره قد ايه؟ كبيره جدا. الشنطه دي حلوه جدا، تروحي بيها بقى السوق، تروحي بيها الماركت، تجيبي بيها اي حاجه يعني حلوه. انتوا عارفين اصلا ان البلاستيك دلوقتي عاد بيه عشان فيروس كورونا وكده، فانا شايفه ان دي افضل بكتير قوي. هنا بقى انا جبت كوبايات، طبعا اسعار انا مش فاكره اي حاجه، ان ده اوردرين مع بعض فمش فاكره الاسعار نهائي. بصوا انا اصلا بحب اي حاجه عليها رسومات كرتون، فجبت 3 منها، حلوه جدا ومحكمه الغلق. العصايه بقى اي حاجه وانت رايحه النادي، ابنك هو رايح او بنتك هي رايحه المدرسه كده. بصوا جبت 3 من دي. جبت 2 لانش بوكس حلو جدا فروزن. بسم الله الرحمن الرحيم. دي علبة وان تاتش، يعني بتتفتح وبتتقفل، بتعملها كده النص بتكون اتقفلت. جبت منها 2 لأي حاجة بقى، البهارات، المكسرات، لأي حاجة. وهنا برضو عندك علب ممكن تستخدمها اي استخدامات انت عايزة. لا العلب دي كده لجوز اللبن، انا جايبة منها حوالي ادي 1 2 3 4 5، جايبة من دول 7 و2 من الكبار دول. بصوا اهي دول يابانيات، شايفين اهو بتستخدميها رز باللبن حسب استخدامك. العلب الصغنطوطة الكيوتة قوي دي بقى، دي اللي يعني لو عندك بيبي صغير ممكن تحطي له فيه الوجبة الصغنطوطة بتاعته، او تستخدميها لأي حاجة، البهارات في المطبخ حلو قوي. جبت منها 4 برضو اهم، 2 و2. ده بقى مجين بيجوا مع بعض كده، محكم الغلق جدا. جبت منه اللي هو الموف، وجبت منه واحد الاورنج اللي هناك ده. ودي علبة برضو كيوت خالص كده، اللي هو ايه بقى الاكل في التلاجة. وده لانش بوكس برضو هوريه لكم. بصوا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة جدا اساسا، ودون روعة، شايفين. بصوا كده ده لانش بوكس. دول بقى 3 بيجي طقم كده مع بعضه، شوكة وسكينة ومعلقة لو انتي رايحة النادي او حاجة وعايزة تاخدي اي وجبة معاكي بقى، حلوة قوي. ده بقى المج التحفة اللي انا بحبه جدا، اللي هو بتاع المشروبات. مج كده تحطي بقى المشروبات اللي انت عايزاها وتصفيها عادي، شيكو شيكو كيوت جدا. ودي علبة برضو عادية الاستخدام، بولة تعجيني فيها، تاني فيها اي حاجة في التلاجة، حلوة جدا. دي حلة صفي ليها المكرونة، هي كذا قطعة بصوا كده. بصوا حبايب قلبي دي مصفى اهي بتاعتها. وهنا هي القطعة دي بتتفتح، مش عارفة ماشي مصوب بإيد واحدة، بس دي قطعتين في بعض. ده الغطا بتاعها اهو، مصفى اهي الغطا بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي ازازة مية، دي لتر، حلوة جدا وشيك قوي. ده بقى طقم مايكرويف، طبق بصوا كده انا هجيبه لكم عشان اوريكم هنا. بصوا طبق كده معاك التكدك بتاعه للتسخين في الميكرويف، ماشي.
اهو ده شكله يا بنات. ودي بقى حلة المكرونة باخده في الميكرويف، حلوة جدا 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 جدا. بصوا حبايب قلبي اهي، معاها الكتالوج بتاعها بيجيلك يعني بيبقى شارح لك فيه كل حاجة. لا دي يا حبايب قلبي دي حلة الأرز، ماشي دي حلة الرز. اللي تحت بقى بسم الله الرحمن الرحيم، دي كده حلة المكرونة برضو فيها الكتالوج بتاعها بيشرح لك تعمليها ازاي. حاجة تبقى بجد يا بنات تحفة تحفة تحفة، حاجة قيمة، حاجة بتعيش معاك العمر كله. بس بقى ده كده الطقم كده اهو ماشي. بس احنا شفنا بقى الحاجات دي، نيجي بقى اللي كان نفسي اجيبها قوي دي، علبة كده فيها الشجرة اللي هي شجرة كبيرة كده. دي بقى اللي عايز اقطعي شيبسي او بطاطس اي حاجة تقطعها تخين. ودي واحدة تانية ودي واحدة تالتة، وبيركبوا في الايد اللي هنا دي كده، تركبيها كده شايفين بقى شكلها شيك حلو قوي قوي قوي. معاها بقى الزراير بتاعتها دي برضو، معاها بيجيلك معاها تغلب بيوريكي فيها كل حاجه. بس بقى العلبه الازازه كيوته دي خالص، ممكن تستخدمها للبهارات حلوه جدا. وده هو علبه برجر، لانش بوكس برجر كده، انا بستخدمه ساعات بحط فيه اللانشون، جبت منها اتنين كان عندي واحده جبت اتنين كمان، تحطي فيها برجر. ودي تحطي هنا بقى الصوص كاتشب او مايونيز اللي انت عايزاه. هنا في ازازه كمان اهي صغنطوطه. وده بقى بص الكيوت ده، ده لانش بوكس قلب شكله جميل جدا، افتحه لكم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا حبايب قلبي شكله حلو قوي 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 بجد. ده كان نزل مرة وما نزلش تاني لحد النهارده، انا ما شفتهوش تاني في الشركه او في العروض بتاعتهم، ما شفتهوش تاني. دي العلبه التانية اللي قلت عليها بتاعت البرجر، اتنين اهم. وهنا دي بقى اربع معالق كده صغنطتين، شكلهم حلو قوي. بصوا بقى العشق ده تحفه، ده كده طبق مقسم بقى معاه علبه هنا كمان، ممكن تشيل العلبه كده تستخدميها لوحدها لاي حاجه. بصوا اهو وبيتغطى كمان، بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم، ضغطي كده بقت عندك علبة تحطي فيها بقى. احنا داخلين على العيد، حطي فيها بسكوت كحك. هي كبيرة على فكرة، كبيرة جدا، الكاميرا مش موضحة لكم، بس هي بجد كبيرة وحلوة قوي. انا بحب اي بعشق اي حاجة بينك، وانتوا لو تلاحظوا معظم الاوردر جاي بتنجني، لان انا بحب اللونين دول وبحب اللون ده قوي، الالوان دي انا بعشقها. كده احنا خلاص شفنا طقم الميكرويف. عندي بقى بولات، في هنا بوله اهي صغيره للتلاجه للعجن لاي حاجه، والبوله الكحلي والبوله العناب دي، ودي اكبر واحده حوالي 7 لتر ونص، ممكن تحفظي فيها الخضار الاخيره اللي تحت خالص دي. هنا بقى معايا علبه التوم اللي فوق الصغنطوطه دي، وده علبه البصل، وتحت علبه البطاطس، ودي علبه متعدده الاستخدامات اللي هناك دي، والاتنين قمع اللي فوق العلبه اللي هناك دي. بصوا بقى يا حبايبي، وده طبق قيم جدا، بصوا تحفه تحفه، جميل جميل جميل. بصوا اصلا الرسمه بتاعته حلوه قوي ازاي، هو كل المنتجات دي على فكره اتحاد اوروبي يا بنات، هوريها لكم اهو، يا رب تكون باينه مش باينه اهي، اتحاد اوروبي، حلوة قوي 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 بجد. بصوا بقى العلبة دي تحفة، جبتها مرة وقلت اجربها تاني اجيبها تاني. دي علبة بتحفظي فيها بقى مثلا عندك زبدة او عندك جبنة، وبتغطيها كده وبيبقى مخرمة من هنا كده. انا هعمل لكم فيديو ريفيو عن كل حاجة من كل منتج من المنتجات دي ان شاء الله، واقول لكم بتستخدم ازاي ان شاء الله. ده طبعا الطقم المج اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو الموف والاورنج ده. وده بقى طقم، دي علبه بقى ممكن تحطي فيها مكرونه، تحطي فيها لسان عصفور، تحطي فيها رز، هو 3 قطع اهو.
بصوا بقى العسل الكيوت ده، ده كده لانش بوكس، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كبير اهو يا بنات شايفين، ياخد ماشي ومعاه هنا هما طقم 3 قطع. حطي بقى انت هنا كده، حطي فيها اي حاجه مثلا لابنك، مثلا عايز تحطي هنا شويه خضار جزر تحطي له هنا، يا ماما ظبطي انت بقى ليلتك حسب استخداماتك. بصوا بقى شكله تحفه. في لانش بوكس كمان بقى، ده يعني اكتر لانش بوكس نزل في طابور بيقول عجبني. بصوا حبايب قلبي، هسيب لكم رقم البنوته اللي بتجيب لي، هي اساسا يوتيوبر قناه عالم جنى الجميلة، هسيب لكم الرقم بتاعها في تعليق مثبت لو حابين تعملوا معاها عضوية او حابين انها تشتري لكم الحاجات دي وتوصلها لكم لحد البيت، كلموها على الرقم اللي انا هسيبه لكم ده. بصوا حبايب قلبي اهو لانش بوكس كده مقسم، دي كان بتفرد ممكن يعني ممكن تخليه كده ماشي، يبقى دورين كده، تحطي هنا اي حاجة وتحطي هنا حاجة كمان، ممكن تفتحي دي كده. بصي تعملي كده، هي دي بتفتح بس مش عارفه عشان ايديا، بصور بايد واحده. دي بقى علم وعديد استخدامات انا جايباها عشان احط فيها المعالق الصغيره دي، رايحه انت بقى نادي او اي حاجه تحطيها كده تحفظ لك المعلقه عشان ما تطوش منك في الشنطه. بصوا شكلها تحفه، شيك جدا 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 بجد، انا مبسوطه بالاوردر ده. عايزه اشكر في الفيديو مدام نشوى بجد، ميرسي، حاجتك كلها جميله جميله بجد، واتمنى تكون مشتريات النهارده عجبتكم حبايب قلبي. هوريها لكم تاني اهو، بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكون مشترياتي عجبتكم، ما كنتش طولت عليكم في الفيديو. الاسعار بقى معاها هي، لو انتوا عايزين اي حاجه هي هتقول لكم الاسعار ان شاء الله. زي ما قلت لكم هسيب لكم الرقم بتاعها ولينك القناه بتاعتها في تعليق مثبت. خلاص، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش يا بنات في الاشتراك لو انت مش مشتركه، ولايك وشير للفيديو وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.